حدث اليوم من ولاية سكيكدا. شاب يصنع الاستثناء والتميز ويتزوج بامرأتين في ليلة زواج واحدة بولاية سكيكدا، وهي الواقعة التي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي بالولاية وعبر الوطن، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير معبرين عن آرائهم في الموضوع، حيث انقسمت الآراء بين من يدعم التعدد باعتباره سنة دينية وحقا من حقوق الرجل، وبين من يرى أن التوفيق بين زوجتين ليس بالأمر السهل والمهمة السهلة، مشيدين بموقف الزوجتين اللتين قبلتا التعدد والزواج وفي ليلة واحدة، وهي حالة تكاد أن تكون نادرة في مجتمعنا. هذا وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشاب ولزوجتيه حياة زوجية سعيدة دوامها المحبة والمودة بإذن الله. ألف مبروك والعاقبة للذرية الصالحة بإذن الله تعالى.